بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، ولا ومرحبا بكم في تغطيه مباشره وفي لقاء يجمع بين فريق الوداد الرياضي وفريق اولمبيك اسفي عن فريق الفتح الرياضي الرباطي، وايضا بنقطتين عن فريق الفريق اتحاد ورقه، فيما الانظار تتجه لمن بامكانه ان يقدم الانتصار والفوز في هذا اللقاء. إذا غادي ننطلقوا بعد لحظات في هذا اللقاء. الطاقم التحكيمي يوسف التريكي كيف كان تابعه؟ فتحة الجرموني المساعدة الأولى وياسر غمام المساعدة الثاني. زهير قديم هو الحكم الرابع لهذه المباراة. استعداد من اجل خوض هذا اللقاء، وكيف كنشوفوا هنا القرعه قبل انطلاقه هذه المباراه، ومصطفى حمابين العميده الفريقان معنا وهما يبحثان من اجل تقديم لقاء قوي. ياسين بوسلين في غرفه الفار بمعيه محمد قنفود كحكم مساعد ايضا. تعطى في هذه اللحظات انطلاقة المقابلة وينطلق الحماس وينطلق البحث من جانب الفريقان معا في مقابلة بدون جمهور، مقابلة التي تلعب بمدينة المحمدية فريق يوسف برشيد فتح الرباطي. كنتابعونا محاولة مريرة داخل منطقة الجزاء، محاولة فرصة جميلة، أول محاولة كتجي من جانب فريق اولمبيك اسفي، وهي المحاوله الاولى في اللقاء بعمليه هجوميه تلعب بهذا الشكل. لاحظوا داخل منطقه الجزاء كم الامكان الاستثمار ديال هذه الكره، فيها اخذ ورد، فيها ايضا تبادل الكرات بشكل جميل، تمريرات ديال اللاعبين، وفي اخر المطاف كتضيع فرصه مواتيه للتسجيل. تحضير من جانب الدراوي، يرفع كره داخل منطقه الجزاء، راسيه ممتازه ولكن مباشره الى خارج الخط الخلفي. اول محاوله لمنتصر الحتيمي، اول محاوله للوداد بهذه الكيفيه وبهذه الصوره، ولكن مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب، لعبت من الدراوي الذي رفعها باحكام وبصوره جيده. كان تواجد ايضا في تقدير جيد من جانب منتصر الحتيمي. الانطلاقه من الجهه اليمنى، يحاول رواغ، يحاول يدخل داخل منطقة الجزاء، فرصة لأولمبيك أسفي، مرور واختراق أمام مجموعة من اللاعبين في غياب التصويب، تصويبة في آخر المطاف، وفي آخر المطاف أيضا يتم إبعاد الخطر إلى خارج الخط الجانبي الملعب. قبل ذلك هنالك راية مرفوعة من الحكمة المساعدة مشيرة للراية ومعلنة عن التسلل. نشوف هنا الكيفية اللي جات من خلال اللقطة، وأيضا المحاولة اللي عنات من خلال على التسلل، هذه التصويبه ديال سيف الدين بورا ضايعه تعود للوداد. محاوله سيف الدين بورا يحاول يهيئ الكره، بالفعل عملوا تصويبه ممتازه كادت ان تكون في الشباك، نفذت بشكل ممتاز. العميد كان بامكانه ان يحمل المفيد، كان بامكانه ان يقدم الجديد، كان بامكانه ان يضع الكره في الشباك، ولكن كورته الى خارج الخط الخلفي للملعب، لمست احد اللاعبين. يعلن الحكم على نهاية الشوط الأول من مباراة فريق الوداد الرياضي وفريق أولمبيك أسفي بالنتيجة المعروفة 0-0 في انتظار الشوط الثاني. إذن تعطى انطلاقة الجولة الثانية، ونعود من جديد لنستأنف مشوار الشوط الثاني من هذه المقابلة بين فريق الوداد الرياضي وفريق أولمبيك أسفي. يرجع على الخلف، يشرك وليد غيلوف، كرة دخول داخل منطقة الجزاء من أخطر المحاولات لفريق أولمبيك أسفي، والهدف الأول، هدف أول صناعة لفريق أولمبيك أسفي، جاب كيفية مناسبة، دخول واختراق داخل منطقة الجزاء، وضع الكرة في الشباك. 1-0 بطريقة جيدة وبفرحة يظهر على أنها عارمة للاعبي فريق أولمبيك أسفي. هدف واحد مقابل لشيء، والمسجل يظهر اللاعب النجاري هو اللاعب الذي تمكن من وضع الكرة في المرمى. العملية هجومية من جانب من هيلوف، الانطلاقة والبحث عن اختراق الدخول داخل منطقة الجزاء، تمريرة، فرصة ديال الهدف، فرصة جميلة ديال الهدف لفريق أولمبيك أسفي بعملية منسقة. عبد الرحمن كساك على الصورة كان قريبا من وضع الكرة في الشباك، الانطلاقة كانت ممتازة، العملية الهجومية كانت جيدة، تأطير ديال الكرة أيضا كان جيد، ولكن استثمار ديال الكرة لم يكن بالنحو الأمثل، وأيضا تحتسب الحارس اللي تمكن
باش انه يبعد الخطوره الماضيه على الشباك ديالو عن طريق من اجل التسجيل. تنفذ عرضيه راسيه ومباشره فوق المرمى بسنتيمترات قليله. هذه محاوله ديال عناصر فريق الوداد الرياضي. كره من الجهه اليسرى الانسداد السريع البحث على التمرير العرضيه فرصه وكانس كيلمس الكره بالراس ديالو صوب المرمى. هنالك خالد كبير العلوي كان بالامكان الاستفاده من هذه الكره بعمليه هجوميه نفذت بشكل ممتاز. علي وكانس كان في الوضعيه المثاليه لمس الكره حول المسار ديالها صوب المرمى مباشره. نشوف هنا كره صوب الحارس على النحو الامثل تعود من جديد في خط الوسط، لكن الحكم يعلن على نهايه احداث الشوط الثاني من مباراه اليوم. النتيجه المعروفه تفوق فريق اولمبيك اسفي على حساب فريق الوداد الرياضي اولمبيك اسفي الذي يرتقي في سلم الترتيب ويضيف ثلاث نقاط ليكون جنب لجنب رفقه فريق الوداد الرياضي في الرتبه الخامسه.